احنا متابعين ملف الاستاد مهم جدا لان في اعمال صيانه كمان بنتكلم بعد ماتش منتخب مصر، وده اعتقد برضو يعني اجراء كان في غايه الاهميه، واجراء زي ما احنا بنشوف مهم جدا. استاد القاهره من يعني الاستادات اللي بنسعد بيها وبنعتز بيها بشكل كبير جدا، فمهم جدا كمان يكون على جاهزيه كبيره مع بدايه بقى الماتشات والموسم وغيره من المباريات طبعا اللي هتقام عليه للمنتخبات والفرق المختلفه. المداخله معانا أستاذ وليد عبد الوهاب، يعني خلينا نعرف من حضرتك طبعا بعد إذنك كل ما يدار بقى حاليا خاص بهذا الملف وملف استاد القاهرة، اتفضل يا فندم. طبعا الفل عليكي وعلى السادة المشاهدين. أولا يعني أنا بتمنى الشفاء للأستاذ عمري الفاروق، يعني آمين يا رب. إن شاء الله، يعني دي حاجة رمز في الرياضة المصرية، ونتمنى له الشفاء ان شاء الله ويرجع، يعني مباراه الاهلي الاقرب مباراه يكون متواجد معانا ان شاء الله في المقصوره. بالنسبه للملعب استاد القاهره، احنا طبعا نوهنا اكتر من شهرين ثلاثه ان احنا استاد القاهره هنقفله في النص الاولاني من شهر 11، لان ده الوقت الوحيد المسموح بزراعه البذره. ليه توقيت معين، ليه درجه حراره معينه، لازم ان احنا نزرع في الوقت ده. طبعا الاهلي كان اسند اليه مباراه السوبر الافريقي، والحمد لله ربنا كرمه في المباراه الاولى وكرمه وصعد. اضطرينا ان احنا نستنى لحد ما يخلص الاهلي عشان نزرع. خلص المباراه الثانيه وما كانش فيه نصيب، فوجئنا لقينا الوقت ما بين مباراه النادي الاهلي ومباراه المنتخب المصري حوالي 5 6 ايام، فطبعا اضطرينا ان احنا برضو نستنى، لان مباراه مهمه لمنتخب مصر مع جيبوتي، اضطرينا ان احنا نستنى لحد يوم 15 تخلص المباراه يوم 16 ونبدا الزراعه بتاعتنا اللي هي الزراعه الشتويه. طيب خليني برضو استاذ وليد اروح مع حضرتك لنقطه، لان الناس برضو كانت بتتساءل يعني الفتره اللي هيكون مغلق فيها للصيانه وغيره من التجديدات هتاخد وقت تقريبا قد ايه؟ حضرتك مفيش تجديدات، مفيش اي حاجه من الكلام ده، احنا كل اللي هتوقفه صيانه فقط من 17 ل 20 يوم. انا بدي بزياده عشان برضو يبقى الملعب اخذ الراحه بتاعته الكافيه، والبذره قدرت ان هي تثبت او تبقى ثابته في ارضيه الملعب. انا الموضوع كله اسبوعين، الزراعه والبذره بتنبت في اسبوعين بس، ندينا نفسنا 4 5 ايام يعني عشان نطمن تماما ان الامور الزراعه ماشيه كويس. طيب رائع جدا. طيب برضو خليني اطمن من حضرتك، احنا بناكد مش هيكون في اي ازمات بسبب هنا مباريات الدوري، ولا تم التنسيق مع الانديه اللي هتلعب في الفتره دي في الاستاد؟ يعني خلينا برضو نعرف من حضرتك. بصي حضرتك، احنا من يوم 15 ليوم 30 الدوري واقف، فكده كده الموضوع يعني جه في يعني التوقيت السليم. احنا برضو راجعنا الحاج عامر حسين وراجعنا اتحاد الكوره، اي التزامات اي حاجه، فانا ما عنديش وقت، انا لازم قبل نهايه 11 لازم اكون زارع. انا غصب عني في التزامات عليا، لان دي اللي بقعد عليها السنه كلها. ارضيه الملعب بتبقى بالمنظر اللي حضرتك بتشوفيه دوت، اللي هو في الشتاء احنا الحمد لله بنبقى الملعب رقم واحد في ارضيه الملعب. كلام محترم جدا استاذ وليد، كل التوفيق ان شاء الله، وكده كده هنشوف حضرتك باذن الله اكيد في الاستاد. شكرا جدا استاذ وليد عبد الوهاب، شكرا لحضرتك.